بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم ازاي نعمل اضاءة بادوات بسيطة جدا يعني موجودة عندنا في البيت وسهلة. يعني الادوات المطلوبة ازازة، مفتاح صغير، ليد، بطارية عادية. دي بطارية واخدها من بطارية لابتوب كان عندي باظت، يعني بطارية عادية. هناخد الغطاء عشان نفتح فيه فتحة في النص عشان ندخل فيها الليد، وياريت نفتحها على كد الليد بالضبط. هذه الفتحة هاي، هناخد الليد وندخله في الفتحة بالطريقة دي. بعدين نجيب الشمع ونلحم من فوق ومن تحت، هنلحم من تحت برضو، وهنجيب حجر البطارية هنلزقه بالشمع بالطريقة دي بالطريقة دي بالضبط، يعني بنحسبه كده يعني زي ما احنا شايفين. وهنجيب الليد ونوصل التوصيلة بالمفتاح والليد في طرف يتوصل بالليد من المفتاح. التوصيلة ان شاء الله هتلاقيها ملف تحت الفيديو ان شاء الله لو انت مش عارف توصل. يبقى الطرف مباشر من المفتاح للبطارية وطرف من الليد المفتاح زي ما احنا شايفين. احنا قربنا عشان نشوف الشغل ولا لا. كده شغال المفتاح. هنلحمها بالشمع، هنلحم المفتاح هنا بالشمع والسلك برضو. الرسمة بتاعت التوصيل ان شاء الله تلاقيها تحت الفيديو، اتملت ممكن تحمل وتشوفها. يعني بالطريقة دي هنلحم المفتاح وهنلحم السلك برضو والشمع. بعد كده نروح نملاها ميه عشان نقفل الغطاء ونوصل التوصيله. احنا ممكن نحش التوصيله ونوصلها تاني بعد ما نقفل الغطاء عشان السلك ما يلفش. مليناها ميه بحيث ما تمليش قوي يعني عشان الليد، وهنقفل الغطاء وبعدين هنوصل التوصيله تاني زي ما كانت. وهنجيب بلاستر ونعمل السلك ونحط عليه بلاستر، الطرف الاول والطرف الثاني اللي من تحت اللي هو نحط عليه بلاستر. وزي ما احنا شايفين اشتغلت. هنضرب المفتاح كده تمام، نشوفها برضو في الظلمة عشان الاضاءة بتاعتها كويسة. يعني ممكن تحط ليد او اثنين او ثلاثة في الغطاء يعني عشان تبقى الاضاءة شديدة زي ما احنا شايفين الاضاءة بتاعتها. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، واتمنى الاشتراك في القناة، والى حلقات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.